السلام عليكم ورحمة الله. طلاب مادة فيزا 2، زي ما وعدتكم بالمحاضرة اليوم راح يكون في بارت 2 لجاوس لو، يعني راح يكون في كمان مجموعة من الأسئلة اللي راح أحلها، مجموعة بسيطة يعني، ولكن فيها بعض الأفكار. عندي هذا السؤال، يعني بدي أبلش مباشرة. في سؤال موجود أتوقع بالأعلى، هذا هو السؤال، بحكي لي along cylindrical charge distribution of radius r with a uniform charge density rho. إذا هي أسطوانة طويلة جدا جدا جدا، طبعا عليها كثافة مقدارها رو، معناته هذه الأسطوانة مباشرة لازم نعرف إنها هي عازلة. من خلال uniform charge density rho إنها عازلة. Find the electric field at distance r from the axis where r أقل من r capital. Where r أقل من r capital معنى هالكلام بأنه هذه النقطة هي داخل، هاي النقطة هي داخل الأسطوانة. فبالتالي أنا عندي أسطوانة، هاي الأسطوانة طويلة جدا من الطرفين، موجود عليها شحنة مقدارها q. هذه الشحنة موزعة بانتظام حسب كثافة مقدارها رو. أوجد الإلكتريك فيلد في نقطة تبعد r small عن الأكسس، r small عن الأكسس، و r small أقل من r capital، يعني هذه النقطة موجودة داخل هذه الأسطوانة، في داخلها. فمباشرة لازم يخطر في بالي بأن حسب قانون جاوس التكامل E dot dA بتساوي Qn على إبسلون. طبعا الآن ما هو Qn؟ Qn هي مجموع الشحنة داخل سطح جاوس، هي مجموع الشحنة داخل سطح جاوس. ما هو سطح جاوس اللي بنقدر نفرضه الآن؟ بما أنها هي أسطواني، أنا بدي أفترض السطح أسطواني داخل هذا الأسطواني بهذا الشكل، سطح أسطواني بهذا الصورة. هذا السطح الأسطواني خطوط المجال طبعا بتكون بهذا الشكل، بهذا الصورة خارجي من الأسطواني طبعا، لأنه الأسطواني طويلة جدا جدا من الأطراف، فما بهتمش لخطوط المجال اللي على الأطراف، هي فقط بهذا الشكل. الآن هذه الأسطواني الداخلية اللي بالداخل قديش إلها سطح؟ إلها ثلاث أسطح. سطح الموجود اللي هو خلينا نقول القاعدة، اللي هو بيكون العمود عليه بهذا الشكل، وسطح القاعدة الثانية بيكون العمود عليه بهذا الشكل، وسطح الدائري الجانبي بده يكون بهذا الاتجاه. إذا بتلاحظوا الأسطح الجانبية اللي هي خلينا نسميها واحد واثنين، السطح القاعدة والتوب، التوب والباتشوم خلينا نسميهم، هذول بتكون الزاوية ما بين العمود فيهم والمجال بيساوي 90، وكوساين 90 بيساوي صفر. الآن أنا فقط راح أهتم للسطح الجانبي لسطح جاوس، هذا فقط راح نهتم للسطح الجانبي الموجود اللي هو مساحته كمان شوي راح نحددها. طيب إذا كانت الشحنة الكلية، الشحنة الكلية موزعة بانتظام على هذا السلندر الكبيرة ومقدارها كيو، موزعة بواسطة كثافة مقدارها رو، الاسطواني الداخلية قديش راح يكون عليها شحنة؟ فقط الاسطواني الداخلية قديش راح يكون عليها شحنة؟ يعني كيو ان كيف نقدر نوجدها؟ هي مجموع الشحنة داخل سطح جاوس فقط، وسطح جاوس أقل من الأسطوانة الكبيرة، هو سطح جاوس الداخلي هذا هو أسطوانة صغيرة، فالشحنة الموجودة عليها هي جزء من الشحنة الكلية. بنقدر نوجدها من خلال الكثافة، احنا بنعرف انه رو بتساوي الشحنة انسايد على الفوليوم، ومعنى هالكلام ان كيو انسايد بتساوي رو في الحجم. حجم ايش؟ حجم جاوس. طب ما هو حجم الاسطوانة؟ حجم الاسطوانة هو مساحة القاعدة، مساحة القاعدة في الارتفاع، فراح تكون هاي بتساوي رو في باي
R تربيع مساحة القاعدة لأنها دائرية في الارتفاع اللي هو L، طول الطول هذا راح يكون L. فبالتالي هذا التكامل راح يصير تكامل E dot dA بيساوي رو في باي R تربيع L على إبسلون. طيب نيجي لهذا التكامل. أنا زي ما حكيت عندي ثلاث أسطح لسطح جاوس، التوب الباتوم والجانبي. التوب والباتوم بصنعوا زاوية مقدارها 90 درجة، لكن المدار الجانبي بصنع زاوية مقدارها صفر. فبالتالي راح أهتم فقط للمساحة الجانبية، فقط المساحة الجانبية، واللي هي عبارة عن مساحة الدائرة الجانبية، مساحة الأسطوانة الجانبية هي عبارة عن محيط الدائرة 2 باي R في L، 2 باي R في L. فعشان هيك هذا التكامل راح يصير عبارة عن تكامل E في dA وتساوي رو في باي R تربيع L على إبسلون نوت. الآن نتيجة لذلك هذا التكامل راح يصير عبارة عن E في تكامل dA وتساوي E في A، هذا راح يكون بيساوي رو في باي R تربيع L على إبسلون نوت. ما هي مساحة الدائرة الجانبية أو الأسطوانة الجانبية؟ هي 2 باي R في L. فبنعوض الآن E ضرب 2 باي R في L بتساوي رو في باي R تربيع L على إبسلون. الآن نجري الاختصارات المناسبة، بنختصر الباي مع الباي، نختصر الآر مع التربيع، نختصر الأل مع الأل، فبننتهي بأن الإلكتريك فيلد، أن الإلكتريك فيلد الموجود داخل الإسطواني العازلة يساوي رو في آر على 2 إبسلون. هذا العلاقة تستطيع أنك تحفظها حفظ، أن الإلكتريك فيلد اللي ناشئ من إسطوانة، إسطوانة عازلة داخلها، داخل هذه الإسطوانة العازلة راح يكون عبارة عن رو في L على 2 إبسلون، رو في L على 2 إبسلون. الآن نروح على سؤال آخر، نروح على هذا السؤال. هذا السؤال بحكي لي along a straight meter road has a radius of 5. إذن هذا سلك نصف قطره المقطع العرضي إله 5 سنتيمتر، and a charge per unit length بتساوي 30 نانو كولوم لكل متر. طبعا هذا مساحة أو نصف قطر المقطع العرضي تبعه، نصف قطر المقطع العرضي، نصف قطر المقطع العرضي. طبعا charge per unit length اللي هي of 30 نانو كولوم لكل متر، هي عبارة عن لمدة، هي لمدة. find the electric field على بعد 3 سنتي من 10 سنتي 100 سنتي from the axis of the rod where the distance are measured perpendicular to the rod. يعني هذا السلك طبعا هو سلك طويل جدا، هذا الشكل هو رود. طبعا هو موصل الآن لأنه مثل موصل، نصف قطره المقطع العرضي له 5 سنتيمتر. الآن مطلوب مني أول إشي أوجد الإلكتريك فيلد على بعد 3 سنتي اللي هي A، بدو الإلكتريك فيلد 3 سنتيمتر. الآن لاحظوا إذا مقطعه العرضي طبعا من الأكسس تبعه، إحنا بدنا نقيس من الأكسس تبعه من السنتر، إذا المقطع العرضي يعني أنا إذا بدي أكبر الرسمة، أوبس هاي كمان شوي، إذا بدي أكبر الرسمة طلعوا هلا
هون 5 سنتيمتر، 3 سنتيمتر from the center تكون تقريبا هون، معناته أنا في هاي الحالة داخل الموصل، داخل الموصل 3 سنتيمتر أنت بتكون بهي الحالة داخل الموصل. فبهاي الحالة الإلكتريك فيلد داخل الموصل كم بيكون؟ بتكون بتساوي صفر. فالإلكتريك فيلد على بعد 3 سنتيمتر يجي بتساوي صفر، لأنه أنت بتكون inside the conductor، تكون inside the conductor. الآن B على بعد 10 سنتيمتر، يعني لنفرض نقطة هون وتبعد مسافة مقدارها 10 سنتيمتر. على ما أذكر إحنا حلينا الإلكتريك فيلد اللي ناشئ من رود في مكان ما، اللي هي هاي، هي 2 K في لمدة على R، 2 K في لمدة على R. فبالتالي نقدر نستخدم هاي العلاقة للرود في الفرع B. الإلكتريك فيلد راح يكون عبارة عن 2 الإلكتريك فيلد E بيكون 2 في K لمدة على R. نستفيد من العلاقة السابقة اللي احنا أوجدناها، وهي راح تكون عبارة عن 2 ضرب 9 ضرب 10 أس 9 ضرب لمدة، لمدة معطيني إياها طبعا، قيمة لمدة معطيني إياها اللي هي 30 نانو كولوم لكل متر، ضرب 30 ضرب 10 أس ناقص 9 على 1 بالعشرة، أو 1 ضرب 10 أس ناقص 1، 1 ضرب 10 أس ناقص 1. الآن بإجراء الكالكوليشنز، هاي ناقص 9 مع 9 بتروح، بضل عندي 2 في 9 18، 18 في 30، يعني لو تعمل الحسابات راح يطلع عندك الإلكتريك فيلد 30 أو 300، 300 في 2 600، 600 في 9 5400، 5400 نيوتن لكل كولوم. لأن الفرع سي بده الإلكتريك فيلد على بعد 100 سنتيمتر، يعني على بعد متر، نفس العلاقة بدنا نستخدم، ولكن المسافة الآن بدنا نستخدم 1 متر. فالإلكتريك فيلد راح يكون عبارة عن 2 ضرب 9 ضرب 10، 9 ضرب 30 ضرب 10 أس ناقص 9 على 1، فهي راح تطلع 540 نيوتن لكل كولوم بالنسبة للرود. فيعني تطبيق مباشر على الرود، تطبيق مباشر على الرود. فهذا السؤال احنا حليناه، هذا السؤال مباشر على سوليد كبار سفير، كرة موصلة نصف قطرها هالقد وعليها شحنة مقدارها هالقد، بده الإلكتريك فيلد على بعد 12 سنتي، 12 سنتي انت جوات الكرة الموصلة. الحمد لله، انجوات الكره الموصله في الالكتريك فيلد صفر، براتها طبعا راح تشتغل. وهذا السؤال محلول، وهذا السؤال ايضا حلو ومحلول، هي على مسافات معينه من سلك. لان انا حاب اروح على هذول الاسئله المالتيبل تشويس، هذول الاسئله اللي عندنا، خلينا نبلش نحل في هذول الاسئله واحد واحد. وانا ابدا بهذا السؤال، بحكي لي تو تشارتس اوف 15 بيكو كولوم and ناقص 40 بيكو كولوم are inside the cube with sides that are 4 بالعشرة متر length. Determine the net flux through the surface of the cube. يعني أنا عندي كيوب، هذا الشكل مكعب، معطيني طول ضلع هذا المكعب اللي هو L، لهذا المكعب بتساوي 4 بالعشرة متر، موجود داخل هذا المكعب شحنتين، ومطلوب مني الفلكس عبر أسطح هذا المكعب. فما علي إلا أني أقول بأن الفلكس فاي هو مجموع الشحنة inside على إبسلون.
شو الشحنات الموجودة داخله؟ ثنتين بقول هني داخله، يعني هو حكى لي إنهن داخله inside the cube، هن عبارة عن 15 ضرب 10 بس ناقص 12 زائد ناقص 40 ضرب 10 بس ناقص 12 على 8.8 ضرب 10 5 طبعا ضرب 10 أس ناقص 12، فراح يطلع الجواب ناقص 25 ضرب 10 ناقص 12 على 8.85 ضرب 10 ناقص 12. بنختصر ناقص 12 مع ناقص 12 25، هاي فراح يطلع الجواب دي هي 2.8. طبعا طول هذا الكيوب مش مهم، طلع مش مهم لأنه هو طالب الفلكس، والفلكس على أي سطح مغلق هو مجموع الشحنة على إبسون في هذا الكيوب، فبالتالي ما فيش داعي إن نستخدم طول ضلع هذا الكيوب نهائيا. هذا السؤال يعني بيشبه أفكار اليوم حكينا عنها بالصف، بحكي لي charge Q capital Q small r placed at the axis at x equal 0 and x equal 2 مثل respectively، يعني هاي ال x axis وهي ال y axis. هنا 1 متر، هنا 2 متر، هنا عند الزيرو. الآن هون على 1 متر في موجود عندي شحنة مقدارها كيو، وعندي 2 متر في عندي شحنة مقدارها كيو كابيتال، معطيني كيو سمول وكيو كابيتال، معطيني قيمهم. حكي لي determine the net flux through a spherical surface radius 1 متر centered at the origin، يعني بدو يعني نوجد الالكتريك فلكس على كرة أو قشرة كروية نصف قطرها 1 وموجودة مركزها في الأوريجين، يعني هاي الكرة بدها تكون بهذا الشكل. لأن هذه الكرة ما هي الشحنات اللي موجودة فيها أو على سطحها، فقط كيو سمول كيو كابيتال هي خارج هذه الكرة أو القشرة الكروية، فبالتالي هي لا تدخل في حسابات الفلكس. ففاي تكون عبارة عن مجموع كيو إن على إبسلون وتساوي كيو سمول فقط اللي هي ناقص 40 ضرب 10 سالب 12 على 8.85 ضرب 10 سالب 12، هاي مع هاي بتروح، ظل عندي سالب 40 على 8.85 واللي هي بتطلع سالب 4.5، بطلع عندي هذا الجواب سالب 4.5. يعني كمان تطبيق مباشر على 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 الفلكس، بدنا نعرف وين الشحنة اللي بتكون موجودة داخل السطح. هذا السؤال الحلو كثير، بحكي لي a long cylinder radius 3 سنتيمتر is filled with the non-conducting material which carry a uniform charge density of 1.3 micro coulomb لكل متر مكعب. هاي رو، لأنه رو على الحجم، متر مكعب يعني حجم. الآن إذا هي سلندر، سلندر very long cylinder، خليني أحاول أرسمهم، بهذا الشكل is a very long cylinder نصف قطرها 3 سنتيمتر. Determine the electric flux through the spherical surface. خلاص مباشرة بخطر في بالي الflux هو مجموع الشحنة N على إبسلون. مدام إنه spherical surface مغلق، بده الflux على spherical surface وهذا السطح مغلق نصف قطره 2 سنتيمتر، نصف قطره 2 سنتيمتر. Which has a point on the axis of the cylinder as its center. هذا الأكسس للسلندر، هذا الأكسس، المسافة من هون لهون 3 سنتيمتر. إذن هذه الكرة بدها تأخذ نقطة على الأكسس، لنفرض أنها هاي النقطة as its center، أساس أنها center تبعها. وقديش نصف قطر هذه الكرة أو القشرة الكروية؟
2 سنتيمتر، يعني هي لساتها جواتها، لأنه هذا المسافة 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر، بينما المسافة هاي من هون لهون 3 سنتيمتر، فهي هذه القشرة الكروية كلها موجودة داخل السلندر. الآن أنا مفروض علي أني أعرف قديش في شحنة موجودة، مفروض مني أعرف قديش في شحنة موجودة فقط داخل هذه الكرة، قديش مقدار الشحنة الموجودة داخل هذه الكرة، وهاي بقدر أعرفها. يعني أنا بهمني أعرف Q inside داخل هذه الكرة فقط، ما بهمني الموجود هون، بهمني فقط اللي موجود داخل الكرة، واللي هو بقدر أعرفه من خلال الكثافة رو في حجم هذه الكرة، حجم هذه الكرة، ويساوي رو اللي هي 1.3 times 10 to the power minus 6 times 4 على 3 by r r تكعيب، اللي هي r تكعيب طبعا r اللي هي 2 سنتيمتر، ف 2 سنتيمتر تساوي 2% من المتر، وتساوي 2 ضرب 10 ناقص 3 أو ناقص 2 سوري ناقص 2 مليمتر. الآن إذا بدنا نكعب هذا المقدار، يعني 2 سنتيمتر تكعيب، قديش راح تطلع هاي؟ راح تطلع عبارة عن بكعب هذا المقدار اللي هو 8 ضرب 10 ناقص 6 متر تكعيب. فبالتالي بدل هاي القيمة راح أكتب 8 ضرب 10 أس ناقص 6. الآن بإجراء الكالكوليشنز، بإجراء الكالكوليشن لكيو إنسايد، يعني إذا بضرب هذول الأشياء في بعض راح يعطيني أتوقع 40 43 ونص ضرب 10 سالب 12. هذه عبارة عن الشحنة الموجودة داخل هذه القشرة، هاي الكرة هاي، عرفتها من الكثافة. الآن فاي هو عبارة عن 43 ونص ضرب 10 سالب 12 على 8.85 ضرب 10 سالب 12، وبتطلع هاي تقريبا 4.91 نيوتن متر تربيع لكل كرة، اللي هو الخيار رقم بي، اللي هو الخيار رقم بي. طيب نروح على هذا السؤال كمان حلو كثير، في فكرة حلوة بحكي لي two infinite parallel surface carrying a uniform charge densities of هاي سيجما وهاي سيجما، هاي سيجما 1 هاي سيجما 2، what is the magnitude of the electric field at the point between the surfaces. يعني الآن أنا الصفيحة، طبعا أنا بطلع عليها من مقطع عرضي، هي صفيحة واسعة جدا، إذا كانت مشحونة هاي الصفيحة بشحنة موجبة، فإن الإلكتريك فيلد اللي ناشئ منها بيكون بهذا الاتجاه، خارجا من الصفيحة، ومقداره الإلكتريك فيلد راح يكون عبارة عن سيجما على 2 إبسلون، سيجما على 2 إبسلون. طب لو كانت هذه الصفيحة سالبة، مثلا لو كان عندي صفيحة سالبة، فالمجال راح يكون بهذا الاتجاه داخلا عليه من هذه الجهة، فالإلكتريك فيلد راح يكون بهاي الحالة أيضا سيجما على 2 إبسلون، ولكن الاتجاه بيكون للداخل، داخل على الصفيحة. الآن في هذا السؤال معطيني صفيحتين، معطيني صفيحتين، خليني أمسح هذا الكلام، معطيني صفيحتين، هاي صفيحة وهاي صفيحة، هاي صفيحة عليها سيجما 1
واللي هي بتساوي 2 بالعشرة نانو كولوم لكل متر مربع، وهي طبعا موجبة لأنه القيمة موجبة، فبالتالي هي موجبة، فخطوط المجال راح تكون منها خارجة منها بهذا الاتجاه. طبعا هو بده الإلكتريك فيلد ما بين هذول الصفيحتين. What is the magnitude of the electric field at the point between لأن الصفيحة الثانية عليها سيجما 2 واللي هي بتساوي سالب 6 بالعشرة نانو كولوم لكل متر مربع، بهذا الشكل. خطوط المجال أيضا داخلي عليها، فلاحظوا المجال بنفس الاتجاه لهم اثنين. ما هو الإلكتريك فيلد اللي ناشئ من الصفيحة الأولى؟ E1 اللي هو عبارة عن سيجما 1 على 2 إبسلون، ويساوي كم؟ ويساوي 2 بالعشرة ضرب 10 والسالب 9 على 2 في 8.85 ضرب 10 والسالب 12. ما هو المجال اللي ناتج من الصفيحة الثانية E2؟ هو عبارة عن سيجما 2 على 2 إبسلون، ويساوي 6 بالعشرة ضرب 10 والسالب 12، سالب نانو طبعا 9 سوري، على 2 ضرب 8.85 ضرب 10 سالب 12. الآن بدنا نحسب كل واحد على حدة، خلينا نحسبهم على جنب ونشوف قديش مقدار كل واحد. هاي الأولى بعد الحساب بتطلع 11.3 نيوتن لكل كولوم. خلينا نشوف الثاني قديش بتطلع قيمتها. بتطلع قيمتها 33.9 نيوتن لكل كولوم. الآن الـ E المحصل E راح يكون توتال بينهم، طبعا بين الصفيحتين، هو عبارة عن E1 زائد E2 لأنهم اثنين بنفس الاتجاه بالنسبة للصفيحة الأولى بالنسبة للصفيحة الثانية، ويساوي هذا 11.3 زائد 33.9 تقريبا بطلع 40-45 اللي هو الجواب سي نيوتن لكل كولوم، أقرب شيء اللي هو الجواب سي عندي موجود بالخيارات. السؤال مشابه للسؤال الموجود بالأعلى، عندي صفيحتين معطيني سيجما لكل واحدة منهم وطالب مني find the ratio E2 على E1. E2 اللي هي النقطة، المجال في المنطقة هاي، مجال في المنطقة هاي، و E2 المجال في المنطقة هاي، بده الراتيو ما بين E2 على E1. طبعا سيجما A هي موجبة وسيجما بي سالبة، معناته المجال بالنسبة لسيجما A في هاي المنطقة بيكون بهذا الاتجاه، وفي هاي المنطقة بيكون بهذا الاتجاه، هذا بالنسبة لسيجما A. الآن سيجما بي المجال بيكون داخلا في هذا المنطقة هيك داخلا عليها، ففي المنطقة E2 نجمعهم جمع، في المنطقة E1 نطرحهم طرح لأنه في E1 هاي هيك و EB بهذا الاتجاه، فبنوجد المقادير E1 EA ما هي إلا EA اللي هي عبارة عن سيجما A على 2 إبسلون، موجود القيم، و EB هي عبارة عن سيجما B على 2 إبسلون. توجد المقادير، هون بتجمعهم جمع وهون بتطرحهم طرح وتقسمهم على بعض، يعني هون E2 بنجمعهم جمع و E1 بتطرحهم طرح وتقسمهم على بعض بتطلع الراتيو 3، يعني بنفس الفكرة. هذا السؤال أيضا مشابه له اللي هي عن السيجما، فبالتالي يعني هيك في مجموعة أسئلة محلولة هيها، وفي أسئلة أنا راح أتركها يعني multiple choice، أنا بدي إياكم كمان أنتم تشتغلوا تتدربوا، يعني هاي الأسئلة هي موجودة، حابينكم تتدربوا عليها، الإجابات موجودة لها كلها.
يعطيكم العافية، وأتمنى لكم كل التوفيق والإبداع إن شاء الله بالامتحان، ونلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء. السلام عليكم.